السلام عليكم. زعرة وزير السكن والعمران والمدينة ملعب دويرة ليلة البارحة، ملعب دويرة، وهذه ثاني زيارة له خلال الأسبوع هذا. وأنا أنقل له يعني الوزير، نأكد الوزير يعني العمل لما ندارش في النهار ما يندارش في الليل، هذه معروفة، أنه خاصة في الميدان تاع الأشغال العمومية والورشات والبناء والآخر، هذه كان في بعض الحالات اللي يجوز فيها العمل في الليل، وهي الحالات وين تكون مثلا كولاج تاع البيطون في عملية تاع صب الخرسانة ولا، وتقدر تمتد إلى الليل، هذا أمر عادي. لكن أن تكون دير العمل تاع العمل في الليل في الورشات، هذا لا يؤدي بالنجاعة المنتظرة، حيث ان الاشغال اللي ما ندارتش في النهار ما تندارش في الليل، وخاصه وانه اذا كان فيه اشغال ليليه حتكون فيها تكاليف اضافيه وما تمتش النتيجه اللي ممكن تتمد في العمل اليومي. رغم ان ذلك، فانا اشهد على ان هذا الوزير هو الذي حرك المشاريع تاع كره القدم في ملاعب كره القدم في الجزائر، وراه ساهر يعني على الاشغال كما يلزم الحال. إن شاء الله تكون كل وزارة نتاعنا يكونوا يعني يتابعوا المشاريع هذه في كل ميادين، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.